يونس. مشاهدي شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم الان في هذا المباشر من مدينه الدار البيضاء. فدادنا كيف ما كتعرفوا الحدث وهو انقلاب الشاحنه من الكامير او رموك كيف ما يصطلح عليه، فدادنا بمنطقه سيد البرنوسي وتدخل الامن جابوا الرافعه باش قدرت نقل هذا الرموك هذا، ولكن للاسف لحدود الساعه بدون جدوى وبدون اي نتيجه. كتعرفوا يعني الحجم الكبير ديال الرموك اللي خاصه رافعه كبيره ولا جوج باش يقدروا على انهم يحولوه ولا ينقلوه من هذه البلاصه هذه. كيف ما كتبعوا مشاهدي شوف تي في، في هذا الاثناء مازال لحدود الساعة باش تدخل رجال الأمن الوقاية المدنية السلطات المحلية، حتى الساعة مازال ما نقلوش هاد الرموك اللي مقلوب في هاد المنطقة هادي وفي منطقة سيد البرنوسي. كيف ما كتبعوا معنا الآن كما كتعرفوا يعني الحجم الكبير ديال الرموك، فلحدود الساعة ولو أنهم جابوا الرافعة الأولى مازال لحدود الساعة كيحاولوا على أنهم يعني يشوفوا طريقة اللي يحاولوا ينقلوا بها الرموك هذا. كيف ما كتبعوا معنا مشاهدي شوف تي في، الناس اللي كيسولوا هنا بلاصه في برنوسي بالقرب من مسجد القدس، الرموك هذا اللي تقلب في هذه البلاصه هذه مباشره من بعد انتهاء المقابله اللي جبات ما بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الكرواتي. الحمد لله ما كاينش خسائر بشريه وكذلك في الارواح، انما الخسائر كتبقى ماديه لحدود الساعه. كيف ما كتبعوا ما جابوا الرافعه باش يحاولوا على انهم ينقلوا الرموك اللي مقلوب، ولو انا كما كتعرفوا الحجم الكبير ديال الرموك يعني اللي كيصعب النقل ديالو. هم تقريبا اكثر من ساعه وهما كيحاولوا هنا باش ينقلوه يحيدوه من هذه البلاصه هذه اللي هو مقلوب فيها اللي معرقل حركه السير في هذه المنطقه هذه. اذا كيف ما كتبعوا مشاهدي شوف تي في في هاد اللحظات نظل نفصل معكم هذا المباشر، مازال السلطات كيحاولوا على انهم ينقلوا هاد الرموك اللي مقلوب هنا في منطقة سيد البرنوسي بعد الاستعانة برافعة. تدخل رجال الامن اجل يعني حركة السير ما توقفش، لان الرموك تقلب وسط الطريق. لحدود الساعة مازال كيحاولوا على انهم يفصلوه بين يعني النصف الاول والنصف الثاني كيف ما كتبعوا. انا كما كتعرفوا الرموك فكيكون هو مركب
بين المقصورة الأمامية وكذلك يعني الحمولة اللي كتكون في الخلف أو الظهر ديالي. إذن مشاهدي شوف تيفي كيف ما كتبعوا معنا الآن، مازال متواصلين معكم هذا المباشر من مكان الحادث من منطقة فضل البراصي. السلطات حاليا مازال كتحاول أنها يعني تنقل هذا الرموك اللي مقلوب وسط طريق في هذه المنطقة هذه. كيف ما كتبعو صعيب صعب 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 بكل صراحة على أنهم ينقلوا هذا الرموك هذا، لكن مازال كيحاولوا